السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أبلش الفيديو كالعادة وأقولكم كيف حالكم، شو أخباركم، كيف أنتوا. بس طبعا أكيد يعني كلنا عارفين حال بعض، ما فيش حاجة يعني نسأل بعضنا كيف حالكم، سواء شفنا وجوه بعض وما شفناش بعض عارفين حال بعض، لأنه الدين تبعنا بيقول انه احنا كالجسد الواحد، تشتكى منه عضو كل الاعضاء توجع. فاحنا كلنا اعتقد ان الجسد واحد، صح؟ فاكيد ان ايدك وجعتك، راسك بوجعك، ان عينك وجعتك، كلك بتحسي جسدك واحد. فمتأكد انه احنا واحد، صح؟ اعتقد، مش عارفة هل فعلا احنا جسد واحد ولا مش جسد واحد. بس في اشي عن جد بقدر اقولكم اياه، انه على الاقل على الاقل الاميات والابيات جسد واحد. بدي اقولكم ليش، يعني اعتقد اذا انتو اميات وابيات عن جد، يعني لانه اكيد لمنك تشوفي ولد عمره سنة ولا شهر ولا ستة اشهر، أكيد بتقولي يا الله، يما اسم الله على ابني، يما اسم الله على ابني، يما لا قدر الله ابني يكون في محل هذا الولد، ما لا قدر الله أنا أكون في محل هاي الأم. عشان هيك أنا متأكدة أنه كل الأميات حاسة حالها أم لأولاد غزة، وكل الأبيات حاسين حالهم أبيات لأولاد غزة. أكيد اللي عندهم إنسانية. الكل اللي بتابعوني كتير قريب بيعرفوا اني انا غبت بسبب ظروف عائلية. اخوي داخل المستشفى من تاني يوم الغزو، خلينا نقول كان في المستشفى، طلع اول امبارح طلع من المستشفى. يعني انا امبارح كنت مخده شوي ارجع لعقلي، يعني زي ما تقولوا دخل العناية مرتين، كان كتير تعبان ومخطر. قال لي دخل أول مرة قعد يومين وهيك، وبعدين طلعوا وقال إن شاء الله كويس وهيك، وعاود دخل العناية كمان مرة، بس الحمد لله بلش يتحسن، روح على الدهر. إن شاء الله صحته بترجع إن شاء الله، الحمد لله. بس تحكي لكم يا عمي، تعرفوا الأخبار طاب للدنيا، اي جماعة الخير ولا مواقع التواصل الاجتماعي وهيك. وبعدين معانا احنا يعني الفلسطينية، شو الدعوة بدناش، خلص بكفينا تشكون يا جماعة الخير، احنا ناس بنحب التشكون. شو يعني شو قصفة يعني مستشفى، يعني هذه شو يعني. صباح الخير يا امي. شو يعني مثلا ام تصحى مثلا تلاقي كف عن النشر، يعني طلعت كيف قلبك وجعك، يعني انا قلبي وجعني قبل ما الفظها. تصحي تلاقي السبعة هيك ولادك كف عن النشر، يا الله يعني صبر قلوبهم. تعرف انا مش قادرة الفظها حتى، كل السبعة رايحين، او ابو يكون دكتور بيشتغل في المستشفى. الكل اللي بتابعوني كتير قريب بيعرفوا اني انا غبت بسبب ظروف عائلية. اخوي داخل المستشفى من تاني يوم الغزو، خلينا نقول كان في المستشفى، طلع اول امبارح طلع من المستشفى. يعني انا امبارح كنت مخده شوي أرجع لعقلي، يعني زي ما تقولوا دخل العناية مرتين، كان كتير تعبان ومخطر. قال لي دخل أول مرة قعد يومين وهيك، وبعدين طلعوا وقال إن شاء الله كويس وهيك، وعاود دخل العناية كمان مرة، بس الحمد لله بلش يتحسن، روح على الدهر. إن شاء الله صحته بترجع إن شاء الله، الحمد لله.
بس تحكي لكم يا عمي، تعرفوا الأخبار طاب للدنيا. أي جماعة الخير، وال هال مواقع التواصل الاجتماعي وهيك، وبعدين معانا إحنا يعني الفلسطينية، شو الدعوة بناشن؟ خلاص بكفينا تشكون يا جماعة الخير، إحنا ناس بنحب التشكون. شو يعني؟ شو قسوة يعني؟ مستشفى يعني هذه شو يعني؟ صباح الخير يا أم. شو يعني مثلا أم تصحى مثلا تلاقي كف عن نشر يعني طلعت كيف قلبك وجعك؟ يعني أنا قلبي وجعني قبل ما ألفظها. تصحي تلاقي السبعة هيك ولادك كف عن نشر، يا الله. أو مثلا تكون ممرضة ولا دكتور بيشغل في المستشفى بيساعد في الناس وبهون عليها وبحاول يجبر بخاطرهم، يجي واحد يقوله تعال كل عيلتك هون، يروح يدور إيه بدل ما بوسن في الناس وبيجبر بخاطرهم، يجي يتفاجئ لا كل عيلته هي هو مين بدي يواسي ولا حدا يواسي، هو دكتور بحاول يعالج الناس ومش ولاده أجوا كلهم كومين قدامه مثلا. أو تعال أحكي لكم القصة اللي اليوم سمعتها. اليوم هذه عنا يعني في القرى اللي حوالينا، اليوم وحدة مغتربة إلها تقريبا 21 سنة إشي زي هيك، بتحاول تروح تزور أهلها في غزة من 20 سنة، بتحاول تقدم تأخذ تصريح الزيارة، دائما بيجيها رفض هي وولادها إلها 20 سنة. احكيلكوا على كيف صار اذا اولادك عندك 3 اولاد مثلا او 5 اولاد، تنامي كل ولد في شقة عشان ما تنمسحيش من السجل المدني انت وولادك مرة واحدة، بصبح فش الكو اصلا تاريخ وجود حتى، مش بس الدار يعني. يا دار يلا بقول لك اوكي ان شاء الله يا ربي بكره بتعطينا العمر بنبني دور، المال معوض. احنا هيك دايما بنقول يلا جت في المال ولا في العيال. طب واللي في العيال قبل المال وفي المال؟ او تنمسح انت عن الوجود، مالكش داء في التاريخ كله هيك خلص هيك تعرفوا كيف الغبره هيك تعمليها وبتروح هيك شايفيننا. تشوفي ولد صغير حتى ايدي قسما بالله ايدي ورجلي برجوا قبل شوي لمني هيك بطلع
يعني طب عمين ولا عمين بدك تحكي؟ كل الرسائل تجيني على الخاص، اطلع يا خالي نهال احكي معنا. بس هو انا قلت المشكلة انه يعني ظروفي اصلا الخاصة، يعني انه عندنا لما اخوي تعب، وبعدين اخوالي خالاتي بنات خالاتي بنات اخوالي طبعا عندهم اكيد عندهم خسارة، عندهم شهداء الحمد لله. مش عارفة أصلا أنا وين كنا نحكي وين أصلا شو صار، بس نعم يما إيش بدك؟ ولا إيش بحكي مع سناب شات؟ إيش بدك؟ شو صار؟ بحكي لهم، بحكي على بسألوني ليش ببينش، وبحكي لهم عشان شو صار، وحكيت لهم خالو حمودة كيف كان عيان، ونحكي عشان غزة وهيك. ايش الله يسهل عليك، مع السلامة. سكر الباب بليز لو سمحت. فامبارح او قبل اول امبارح قاعدين انا ودانا بنحكي، فاجا من الشغلات اللي شفناها الدكتور واحد منهم اللي بعالج، وواحد اجت زوجته وولاده على المستشفى، واحد من ولاده صغير يمكن عمره 5 سنين حامله ممرة تاني. طبعا لما اجا بلاغ انه عيلتك في المستشفى بركض زي حرام هيك، كيف انه ماسك حاله جامد بس بركض بدور. اول اشي شاف زوجته، اكيد كلكم شفتوا حضن زوجته. لما حضن زوجته واحد من الولاد مصاب، اتخذوا الصغير هذاك بيصرخ يا الله قسما بالله، صرخته حسيتها هيك بتطلع هيك من جوا قلبي، يعني بهيك اشي هيك بمسح في قلبك من جوا، بتمزع في صرخة الولد. وبلش الولد الصغير هيك بضرب في ابوه، ابوه مش قادر يحمله، بدور على الابن التاني اللي مش لاقيه، اخذوه يا حرام الدكاترة ودخلوا فيه. له ابنه يا حبيبي مستشفى يا علي يا الله، الله يرحمه ويغفره. الشهادة جميلة جدا الحمد لله، بس الالم نقدرش نقول انه مش مؤلم. انا بقدرش اقول مش مؤلم، يعني بنكون احنا بقدرش، انا بقدرش اقول مش مؤلم، بقدرش. صارت زوجته تقول له خليني اشوفه، يا حرام يبا شو قطعت قلبي، تقول له خليني اشوفه بس شوي شوي من نفسي اشوفه، تشوفه اخر مرة، قالها بلاش تشوفيه تو بس شوي اشوفه. تمام بخلوها يا حرام هيك، فتحوا نتفة طرف هيك انه بيعرفوش هو طالع كويس، هو طالع مشوه، هو طالع رايحة ايده، هو طالع رايحة رجله، هو شو بدوش اياها يا ويلي تشوفه. وتضل هو دكتور متعود يشوف مع انه ابنه، بس غير بدوش اياها تشوف اخر صورة مش حلوة، بدوش يا ويلي بواسي فيها، هو بده من دينجن. شنون شو اقولكم عنو الم فيهم، هو مش تعرفوا يعني. انا مش طالع احكي معاكو، مش قادره اصلا احكي، اذا انا مش قادره اواسي حالي من جوا، مش قادره اواسي حدا. يعني بتقولي انت بدك تطلعي الودولي، بقولي يا خالي اطلعي واسينا، اذا بحكي لكم والله والله ماسك التلفون وايدي ورجلي برجو انا احكي معاك، وقسما برب العباد لما بقعد انا والبنات بيجوا بقعدوا عندي، حتى بنقعد بنحكيش في شيء، مش قادرين نحكي مع بعض. قبل يومين بحكي انا ودانا اللي بتقولي ماما مشان الله انا صار عندي اكتئاب، بحكوش ماشيين في الدار، تقولي زي الخيال صاروا عندي ماشيين الاولاد في الدار من اللي بيشوفوه.
من الليل الشغلات احنا هيك، فما بالك شو احكي على الطفل اللي هو اصلا في الجو هيك. لما بحكي مع اخوالي وخالاتي بسألهم بقولوا لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس اللي ايده في النار مش زي اللي في ايده في المي. احنا بس بنتوجع من بعيد مش قادرين، بدنا ننجن، بدنا نصرخ، بتحسي جواتك طاقة ألم، بدك تعبري. إذا وجعك المناظر بتديري وجهك هيك عن الشاشة وبتدعي وبتصلي وبتسكتي، بس هم عايشينها، هم حتى مش قادرين يسكروا دنيهم، هم قاعدين بقولوا يلا أوكي إحنا دورنا، أوكي عمين جاي، دوري ولا دور جاري، أمين تكوني قاعدة حاضنة قبلك وتقولي أنو فينا، أحمي أنو فيهم، أنقي أنو واحد مين. عشان هيك فيش كلام، فيش بس أنا بقول وين 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 لما بتقولي وين، أكيد ما بحكيش على الأميات ولا الأبيات، لأنه والله أنا أشعر أن كل شاعر فينا من الأميات والأبيات، لأنه فيش أم ولا أب تعرفي ابنك ولا بنتك هو ماشي لما بخبط طرف إصبعه هيك في الطاولة تحسي هيك يما يا حبيبي، بتقولي له هيك جوات قلبك، بتحسي نار نار جوات قلبك إذا خبط طرف إصبعه، صح؟ تقومي تركضي عليه بتقول له يما يا حبيبي اسم الله عليك. طب والأم اللي في غزة اللي قاعدة وتستنى هلأ ابني دوره، بتحمل يمكن ايده بتحمل رجله، ولا الام اللي ماسكه كانت جمجمه ابنها. بعدين بقول لك الفلسطينيين ببالغوا يا عمي، احنا ناس مغنوجين بنشكي من اي اشي، هيك بس ماسك هيك شقفه عظم ماسك الجمجمه بتقول هاي جمجمه ابني، هيها بتقول لهم جمجمه. لا وبعدين بيجي بقول لك احنا كيف ناس عدوانيين احنا. فبدي اقولك يعني تسألوش على حالنا، والله احنا مش بس بخير، احنا في نعتبر في جنان النعيم مقارنة باللي بيصير في اهل. انا كل يوم عايشة على خوف لا قدر الله يجيني اخبار عن اخوالي، انا عن خلاتي اولاد اخوالي زي كل الناس، او خايفة لا قدر الله يجي خبر كيف امي تنصعق فيه. امي برضو غريبة عن اهلها، امي ما شافتش اخوالي من يمكن 20 سنة كمان، أولاد أخوتها وخواتها زي أنا مش شايفته من 96، كان عمري 16 سنة آخر مرة شفت أخوالي فيها، فأكيد مؤلم. عشان هيك أنا كتير بخجل حدا يقول لي كيف حالك نهال، بخجلك مين؟ اسأل اللي في النار، إحنا شايفينه بنحاول، بس هم هيك حطوهم في دائرة من النار بضيقوا عليهم النار، بقولهم حرين بشاطرة بشطارته حرين هيك حالي.